خلينا بقى نتكلم على صحتكم، لأنه التراب على صحة الإنسان أكيد بيتأثر، وخصوصا الناس اللي بتعاني من حساسية مثلا في الصدر، أو حساسية جلد، وحساسية العيون والجيوب الأنفية، بتأثر على الناس والأطفال وكبار السن وكل الناس دي. نعرف إزاي نقدر نساعدهم، والنصائح المهمة في طقس زي ده على فكرة حتى وإنت موجود في البيت. يعني في ناس، يعني هل لازم نقفل كل شبابيك عشان التراب برضو لما بيدخل في البيت بيبقى جو البيت كله أتربة؟ خلينا ناخد مزيد من التفاصيل، إزاي طبيا نقدر نقدم الوقاية لنفسنا لو أنا في الشارع أو أنا موجود في البيت. دكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر كلية طب القصر العيني، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتور أيمن. أهلا بحضرتك. دكتور أيمن، يعني بما أن احنا قضينا النهاردة يوم عاصف والتراب موجود حوالينا ومكملين يبدو بكرة، فما هي النصائح اللي تقولها للناس؟ خلينا نتكلم على الناس لو اضطرت تنزل في هذه الأجواء وعندها حساسية سواء الصدر أو في العيون، والأطفال وكبار السن كمان. هو طبعا سؤال حضرتك مهم وفي وقته بالضبط. الحقيقة لازم ناخد بالنا أن الشخص السليم ممكن يتأثر بالنوبات التراب وعاصف الترابية، مش بس الشخص المريض، الشخص المريض مفهوم طبعا. لكن كمان الشخص السليم هي ممكن تسيب عنده آثار التهابية قد تكون حادة وشديدة، يعني التهاب في القصبة الهوائية أو التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، الأنف أو الحلق والقصبة الهوائية. يبقى لازم نحرص احنا نبتعد عن كل مصادر التهيج الشعب الهوائيه بان احنا ما ننزلش. ما ننزلش في وسط العاصفه. يعني اللي عنده احسن ما ننزلش. الاحسن ما ننزلش. والشخص السليم كمان، مش بس المريض، المريض طبعا. مفهوم. لكن المريض ما ينزلش خالص، والسليم برضو يا ريت ما ينزلش، يعني الاثنين ما ينزلوش. بالظبط كده، وحتى مضطرين ان هو في تواجد داخل المنزل لابد من ان الشبابيك تكون مقفوله كويس، والستائر كمان، لكن لفترات نفتحها ونحصل على بعض التهوية. هنا لو احنا قفلنا المراوح يعني على الاقل بس تبقى مفتوحه، الناس تقدر تشم هواء يعني. ممكن طبعا. وفي اماكن هتكون عليها العاصفه اللي جايه من اتجاه، الاماكن الاخرى بتكون اقل فيها العاصفه، يعني نقدر نفتح شباك ولو على المنور يعني. الناس تعمل ايه؟ يعني في ناس كمان بيضايقها، بتقول لك انا مخنوق، ما انا عايزه اشم هوا، يعمل ايه؟ يغسل وشه، يبقى بيستنشق بخار، ايده مثلا فيها منديل مبلول على مناخيره، يعني ايه النصائح اللي ممكن تفيد؟ احسن حاجه هي الترطيب بالفعل، يعني غسيل الوش وغسيل الفم، واذا قدرنا طبعا ان احنا نكون في جو يعني مرطب مش كافي يكون افضل شويه، من ناحيه ان هو هيقلل التعرض للاتربه. طيب الناس بقى لو اضطرت انها تخرج بقى. لو اضطرت انها تخرج، ما هو ده يعني تحمل فوق طاقه الانسان. يعني ده مش مفروض انها، يعني في ناس بيبقى عندها شغل، ناس عندها ظروف. في فلتر الحقيقه، انواع محدده من الفلاتر زي الماسكات كده بس مجهزه بفلتر واقي بيمتص الاتربه وما بيدخلهاش للجهاز التنفسي، ولكن ده غالي شويه ومش متوفر بصوره واضحه. طب هل الكمامه بتاعت الكورونا ممكن يعني تفيد احيانا؟ لا دي ضعيفه جدا، يعني ممكن نستعملها كواقي بسيط لكنها غير مفيده لمنع الاتربه اللي هي يعني مكثفه ومركزه. تمام. وفي شكل تيارات شديده، دي مش هتصد معاها كتير. لا، في ماسك معين للوجه بيتلبس ومعاه فلتر، ده بيمتص بالفعل الاتربه، ما بيدخلهاش لجسم الانسان خالص. ده في حاله لو هو اضطر ينزل، لو هو مريض يعني. طيب حضرتك كنت عايز تقول حاجه بقى بالنسبه للي عندهم حساسيه في الاجواء دي. مريض الحساسيه بقى هنا معروف عنه ان هو في حساسيه هي مرض مزمن بيصاحب الانسان بدرجات متفاوته، يعني ممكن تبقى حساسيه مزمنه خفيفه او متوسطه او شديده. المريض الحساسيه دايما يلتزم بعلاجه، يعني ما ينساهوش، ما يسيبوش، يقول انا اتحسنت لان العلاجات بقت جيده. العلاجات فعاله وجيده في ضبط واستقرار حالات الحساسيه، وده بيدعى ان المريض يقول انا بقيت كويس. لا، مريض الحساسيه بصفه عامه ما يسيبش دواء، واذا ناوي ان هو يغير في العلاج يبقى تحت اشراف الطبيب. صحيح. ده بصفه عامه، لكن ممكن تنتابه ادوار حاده في حالات العواصف الترابيه زي دي.
يعني يكون دايما جاهز بالعلاج المخصص للحالات الطارئه اللي هي ازمه رغويه. دي لها نوع تاني مختلف عن العلاج اللي هو بياخده برضه بالاستنشاق، سواء كان بخاخه او جهاز استنشاق. في بخاخه معتاده المريض الربو بيكون عارفها، لونها ازرق او لونها شفاف باسمائها المختلفه، لكن دي علامه انقاذ حياه، يعني بختين منها بس بتفتح الشعب الهوائيه اللي بتتقلص نتيجه التهيج الشعب الهوائيه. بالنسبة كمان للعيون يا دكتور وحساسية العيون بقى، يعني الناس برضو اللي بتستعمل نظارات بيستعملوا عدسات، ما هو برضو التراب نفس المشكلة. نفس الشيء، بس أنا مش قادر أتكلم على العيون وحساسية العيون، ده خارج تخصصي، لكن تمام. لكن بنفس المنطق فعلا لابد إحنا نمنع التعرض للحاد أو الموجات الحادة بالشكل ده. وعايز أوجه كمان إن هو في أوضح كمان إن هو في جهاز الاستنشاق أدوية عديدة وكثيرة نقدر نستعملها، ودي أيضا مريض الصدر مريض حساسية الصدر بيحتفظ بيها دايما في البيت. أكيد إحنا بنتمنى إن الناس تاخد كل هذه النصائح اللي مهمة جدا، والأمن والأمان بالنسبة لكل الناس، سواء حد مريض أو مش مريض. يبدو بإنه طقس التراب ده محتاج إن إحنا كلنا ناخد الوقاية منه. بشكرك جدا دكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر كلية طب القصر العيني.